سلام بمجمرتا أبوشت إيرتران أب كل خرنعات عالم تنورو إيرتراويان بشمين بخل بشم كلهم أبلات وان نيشن سلام تاي كقدم في كل لي وان نيشن إيرترا لومي عسر تربعة لكاتيت كل تشعين عسران كل تنعمة مرت مبل حمشا عمتو كابز مسرت يبعلان لوم عالتي وان نيشن دهري رسون كتعاتن ميتاتن نحسابات مرادن مديابن بتوم مسرت عبالات يوني مجمر تاقزي ابكلتشحن عصر شوعاتن عمت مرت ابتماسا ساري تعلد عصر طبعة لكاتيت ناب هزبي نليلة اب محبرو من راخبيتات وطي مالاتي نحنا مبل حموش تعمت ناي وان نيشن بعال خلنا خبر كلنا نخن الجهار وين نخن نيت وين خمس رحنا خمس فتيرنا لنا نخن قال زي كونسي بعبيو بعبيو إذا قال سيزي مالت دحري ناس منت إيرترا شعنش عاتم تسعة حرن عم تمرت هزبي إيرترا ناس أو تسيو دحر حجة حرنت فتحي السلام يدليو إلهم واقع زخفلون جنا واقع زخفلو زلو حربينياتات إيرترا ويان نعاتهم موسى كبرن مهابن نتناتهم دجمرو حرنت أو قلسي مبتعنا نمحداسني تزعزز علامانا إذا مبرحمش عمت بعالناي وان نيشن إيرترا تمالي أقاط أمسي نزي مدبزي خدالو أب دارولو زنبوركو ساعات سدرابيتو يمدك أي حيزي أب شوبين سنتر أب زمول أبو انداخر كخولوكو ساقاط أمي كمزي تيشيرت زحاتمو أب تمن قدي أقاط أمون مالتيم حجي أنا خاناي تيشيرت ناي بيتودر كسرح كل جيزي حاسب نيري نزي قنسي الكام زي أب تسرقيا سرح حسر عينات نقراتيو أبو تسرقي عيلس نزي سئلي خا فيسبوك أو تسئي كسرحاس كندي واقو إلي حتو مالتيم مسحات كوم سلاسة قرشي أبتي شرط يروم نزاس لنا بيتود دابرها أنا جا حربنا تقدر لا بيتود دابرها سلاسة قرشي ولنمو ده حراي حراي له سلاسة قرشي خفيلة خسرها كله هو كبرنا كله ما جرش عن تايلو حتى نتي نزا دسر حلي زي سبزن توايو قال حو خادي قال يلو حتى نم على تيم نو زي سين سلاس عمل تعشر زلو إرتراوي يو سلامن فتحن نقوامه وسرعتنا في تهاجر نخذ كليل واستأسر إيمس والكو و مو قزز كان بعال أنسان سوتشي بعال دلاي لاما كان بعال مانديل لاسي كان دزع عمت هاد جنس بزوح فلوت عيكون انقليل نمو انتا يا خبال دالين ازي عبد الناس ازي قلت لكم ازي اللغو فلوت عيكون انقليل نقل باتي سلاسة عمت تأسر والكو حزينو قلس انتا يلني 50% ديسكاونت دحان واقع اخبالك عطت حموش دولار كفليلو بعصرت حموش دولار هي بالنمالاتيو انا بزي خدلت صعود اللي ازي اللغو انتايو نحنا كابز قال سيزي فولي كبرت فولي زنا كن ركبي لنا كنا نزق قال سيزي نحل ناس اللي زخوني أنا كايدو زل نمبر قال سي نبي حكي تحسر له توارد له كاب خذ حيسن زي حيسن تصرف الكائن إيرتراين قال سي بتودد أبوها سلاس عمت ملو أب إسرائيل كونو زي كبر له كالي إيرتراوي أب ياسبورا كونو كبر له تجيمو زي حسابي سل زخوني قال نحنا كل جزي أب حربنا تاتنا من تحرنا زخف الدلواقة لعول كبرز لنا زغال سزخة مبتعنا نحدث لهم إنه قتلون كأبزون كلهم حربنياتات إرتراويان نحرنا زخف الدلواقة لعول كبر لنا موسى نسكانا كنعو منبر معنا أي كباني باركس هابزني حموش عمت كاب هزبز نقرب بزو حتتات هالو تقندن مسرعتها ونحطوغن وان نيشن كندي ابالات هالو زبل حتو وان نيشن كمي عبيديو عبيديو بزوحات سبات يحطو يم زغاء كابتي ناي وان نيشن سبقو سولو علاماتات انا تشيروم بزي مفلات عزولو انا منياتو وان نيشن بزوحات ابالات بزوحات عساكر ديرو كمزي كسار حاز عينتو سراويت ديرو نزق عرسين نخدف قالو خبلو ليكو ننتخاب مجمرت علامان يرو وان نيشن حسابات تي إيرتراوي هجروا النت حسابات ناي أب إيرتراو عامته مركزك لو تمنصة حسابات كبرنا حزب إيرتران لو على النت حزب إيرتران نزيهم حسابات زي أتوم كمي جيركا تدفع لهم كمي جيركا عمنو سوقف إيرتراوي تجزاي أتوي تحسابات ميرت على منبر وانيشن حد عاب تكلم بوليتيكا خوينو كندزة أبلات هاللون كندزة كابيتال هاللون كندزة لنيلو استبقس من قصة قصي كونه سلزقوني قا أفتمرجت إيتاتو نحناس نايك قال سيما ملا أتامبر نايمتك أتا أيكونان
እቲ ህዝቢ ዘለዎ ኣባላት ዘለዎ ምንቅስቃስ እቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኑ ነቲ ለውጢ ዘኽይድ ምንቅስቃስ ጥራይ እዩ። ኣብ ዲያስፖራ ኮንካ ንዕኡ ከመይ ጌርካ ተሐይሎን ተተርንዖን ንዕኡ ከመይ ጌርካ ፀግዕን ማእገር እንትኾኖ እምበር ከምዚ ናይ ገሊአ ናይ ፖለቲካ ውድባት ወይ ከዓ ኦርጋናይዜሽን ዝገብርዎ ነቲ ብኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ከም ስርዓት ንዕኡ ሓኺኽካ ዋላ ነቲ ስርዓት እውን ኣብቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከምዘየለ ጌርካ ናቱ መተካእታ ብቐጥታ ካብ ዲያስፖራ ክሰርሕ ዘይሕሰብ ኢሉ እዩ ዋነሽን ተበጊሱ። ኣብዚ ከዓ ናይ ብሓቂ ዳርጋ ተሓሳባት ብዙሕ ኤርትራዊ ርዒሙሉ ሕጂ እንሪኦ ዘለና ዝኾነ ይኹን ኣንጻር ኤርትራ ዝብገስ ሓሳባት ንዕኡ ዝቃወም ንሃገራዊ ክብሪ ህዝባዊ ክብሪ ዝከላኸል ለውጡ ክመፅእቲ ኮይኑ እውን ካብ ውሽጢ ዓዲ ብኤርትራዊ ዓቕሚ ክወፅኡ ዝብል ሓሳባት ዓብዩ ንሪኦ ኣለና። እዚ ከዓ ዋን ኔሽን ከምኡ ውን ካልኦት ውልቀ ሰባት ይኹኑ ተመሳሰልቲ ምንቅስቃሳት ነዚ ሓሳባት እዚ ስለ ዘዕበይዎ ዘበልዎ እቲ ዝዓበየ ሓሳባት ሕጂ ብዘይ ጃህራ ብዘይ ምግናን እዚ ኣብ ኤርትራዊ ዓቕሚ ተመርኪስካ እዩ ለውጢ ክመፅእ ዝብል ኣተሓሳስባ ብዘይ ናይ ደገ ምትእትታው ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብሰላም ምንባር ዝብል ሓሳባት ናይ ብሓቂ ዓብዪ ዘሎ ንዕኡ እዩ ዋን ኔሽን ሰሪሕሉ። ስለዚ ዕብት ናይ ዋን ኔሽን በቲ ዕብት ናይቲ ሓሳባት ዋን ኔሽን ዘበገሶም እምበር ዋን ኔሽን ክንደይ ኣባላት ኣለዎ ከም ፖለቲካዊ ትካላበይ በፂሑ ኣቢሉ ገለ ብዙሕ ኣብቲ ናትና እስትራቴጂ ዝነበረ ይነበረን ሕጂ እውን ዘገድስ ኣይኮነን። የግዳስ እቲ ሓሳባት ንሪኦ ኣለና ኣባላት ናይ ዋን ኔሽን ይኹኑ ኣይኹኑ ብዘየገድስ ድለይቲ ፍትሒ ይኹኑ ደገፍቲ ናይ ስርዓት ይኹኑ ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ዋን ኔሽን ደፊሩ ተቢዑ ተዛረበሉ ኤርትራዊ ፅልኢ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ህዋት ክፈርስ ኣለዎ ናይ ፅልኢ መጋረጃ ቅንጠጥ ኣለዎ ዝበሎ ንሪኦ ኣለና ሎሚ ደጋፋይን ተቃዋማይን ዳርጋ ዝብላ ተሓሳስባታት ካብ ውሽጢ ዓዲ እውን ብዝመፅ ዘሎ ኩሉ መልእክትታት ንሪኦ ዘለና ዳርጋ እንዳቀሃመ እንዳፈኮሰ የግዳስታ ደኣ ንህዝቢ ኤርትራ ፅባሕ ንጎ ምክንያቱ ነባር መንግስቲ የለን ነባር መራሒ የለን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎም እንተሃለዎ ፅባሕ ንጎ የለን ህዝቢ ኤርትራ ፅባሕ ንጎ ከመይ ገይሩ ሃገሩ ብሰላም ተረኪቡ ብሰላማዊ መንገዲ ናብ ጎደና ምዕባለን ብልፅግናን ቅዋምን ይኸይድ ዝብል ሓሳባት ኣብ ኤርትራውያን ኣዝዩ ገኒኑ ስለ ዘሎ ዋን ኔሽን ስትራቴጂኡ ንሱ እዩ ነይሩ ነቲ ሓሳባት ንምዕባይ ነይሩ። ስለዚ ዋን ኔሽን ዓብዩ ንዝብሉ ሰባት ዓብዩ ድዩ ንዝብሉ ሰባት ዓብዩ ዘይኮነስ ብዕፅፍ ፅፅፍ ዝበለ ደረጃታት ዓብዩ ማለት እዩ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ነዚ ሓሳባት ዝጣበቕ ናይ ግድን ኣባል ናይ ዋን ኔሽን ከማ ክኸውን ኣየድልዮን እዩ። እቲ ሓሳባት ግን ናይ ብሓቂ ዓብዩ ዝብል መደብደብ እንታይ እዩ ዘለና። እዚ ከዓ ብፃዕሪ ናይ ኩሎም ነዚ ሓሳባት እዚ ደፍሉ ዘሎ ኣባላት ይኹኑ እዚ ኣባላት እዩ ሞ ንኩላቶም በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክምስጎኑ ይግባእ። ቀፅሉ፣ ብርትዑ፣ ቃልስና ካ ቀፃሊ እዩ ክብሎም ይደሊ። ይሕፀር ይንዋሕ ህዝቢ ኤርትራ ሓንቲ መዓልቲ ካብዚ ዓማፂ ስርዓት ተገላጊሉ ዲሞክራሲያውን ፍትሓውን ስርዓት ክተክል እዩ። ብቕዋም ትመሓደር ኤርትራ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ጋህደ ክምትኸውን ጋህደ ትኸውን ከዓ ብእኩብ ድምር ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ማለት እዩ። እዚ ካብ ኮነ እቲ መሰረታዊ ሓቂ ኣብዚ ክስገር ዘይብሉ ኩሉ ነገራት ኩሉ ዓይነት ነቲ ስርዓት ስለ ፀላእካዮ ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ክእቱ ዝኽእል ዓይነት ኣገባብ ኣቀላልሳ ኩላት ናይ ኤርትራውያን ክንሓስበሉን ካብ ከምኡ ዓይነቱ ምንቅስቃሳት ወይ ከዓ ከምኡ ዓይነቱ ኣካይዳታት እልይ ኢልና ህድ ኢልና ክንሓስብን ከመይ ጌርና ኢና ነባሪ ሰላም እነምፅእ። ምክንያቱ ብፅልኢ ስርዓት ኢሳያስ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ክወፆ ዘይክእል ዓዘቕቲ ክእቱ ዝኽእል እስትራቴጂ ኣይጠቅምን እዩ። ዋን ኔሽን ከዓ ነዚ ተጣቢቕሉ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ከስተውዕለሉን ክሓስበሉን ይግባእ ማለት እዩ። ኤርትራ ሃገር እያ። ኢትዮጵያ ከዓ ርሳ ዝኽኣለት ሃገር እያ። ልክዕ ከም ካልኦት ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ መግዛእታዊ ዶብ ዝደብ ኮነን እዚአን ክልተ ሃገራት እውን መግዛእታዊ ዶብ ዶኪንዎን እዩ። ንሕና ከዓ ከም ህዝብን ከም ሃገርን ክንሓስብ ዳኣ እምበር ልክዕ ከምቲ ኣብ መንጎ ህንድን ፓኪስታንን ዝነበረት ግዛኣት ካሽሚር ከምኡ ዚ ዓይነቱ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓድሽ ስቴት ናይ ምፍጣር ዚ ዓይነቱ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ትቕርቀር ስቴት ፈጢርካ ብከምኡ ወይ ከዓ ተሓሳስባታት ዝግበር ፖለቲካ ንህዝቢ ኤርትራ ኮነ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንኩሎም ጎረባብቲ ህዝብታት ዝጠቅም ኣይኮነን። ስለዚ እዚ ዓይነት ኣገባብ ቃልሲ ከምዘይጠቕመና ተረዲእና ንሕና ኤርትራውያን ለውጢ ናይ ምምፃእ ኩሉ ዓቕምታት ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ
ዝኩሉ ንሪኦ ዘለና ተቃውሞታት ተፃብኦታት ምእንቲ ኤርትራ ዋጋ ዝኸፍሉ ዘለዉ ፍቅዶ እስር ቤታት ኩላቶም ንሕና ነቲ ናት ሰብም ዝበገስዎ ካብ ውሽጢ ዓዲ ዝብገስ ናይ ለውጢ ሓይሊ ናቱ መደራዕታ ኮይና ክንከይድ እዩ ዘለና ማለት እዩ። እዚ ምትህልላኽ ዝዓይነቱ ፅንፈኛ ተሓሳስባ ዝዓይነቱ ንስርዓት ኢሰያስ ስለ ዝፀላእካ ናብ ናይ ወያነ ፖለቲካ ኢድካ ሂብካ ኣብቲ ናቶም ኣጀንዳ እትሕንብሰሉ ወይ ከዓ ንስርዓት ወያነ ስለ ዝፀላእካ ካብቲ ደንበ ናይ ፍትሕን ናይ ሰላምን ሃዲምካ ኣብቲ ናይ ደንበ ናይ ዓማፂ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እትፅምበረሉ ግዜ ኣይኮነን። የግዳስ ከምቲ ናይ ዋን ኔሽን ሓሳባት ካብዞም ክልተ ተፃባእቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾኑ ናይ ፖለቲካን ውድባት ርሒቕና ንሕና ከም ኤርትራውያን ንኤርትራ ዘርብሕ ምክንያቱ ወያነ ብደገ ኢሳያስ ብውሽጢ ንህዝቢ ኤርትራ ፅቡቅ ኣይፈደይዎን። ካብዞም ክልቲኦም ከዓ ንሕና እልይ ኢልና ከመይ ጌርና ከም ደቂ ሃገር ፀላኢና ለሊና ከመይ ጌርና ኣብ ሃገርና ነባሪ ዝኾነ ግዜያዊ ናብ ስልጣን ናብ ኮረቻ ዝወስድ ዘይኮነስ ምክንያቱ ስልጣን ሓንቲ ኮረቻ እያ ዘላ ሓንቲ ሃገር ንዓ ከዓ ሓደ ኤርትራዊ ክሕዛ እዩ ማለት እዩ። ኩሉ ኤርትራዊ መራሒ ሃገር ክኾነ ኣይክእልኒ። ስለዚ ኣድህቦና ከመይ ጌርካ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣሊኻ ነታ ኮረቻ ናይ ስልጣን መሓዝ ዘይኮነስ ከመይ ጌርካ ኣብ ኤርትራ ብዲሞክራሲ ብባይቶ ዝመሓደር ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እትተክል ክኸውን ኣለዎ። ኣብዚ ከዓ ዳርጋ ዝበዝሕ ኤርትራዊ ዝሰማዓሉ እቲ ስምምዕ ናብ ተግባርን ናብ ስራሕን ከመይ ጌርና ንልውጦ ዳ ክንሓስብ ኣለና እምበር በዚ ዘይሰማዕ ኤርትራዊ ዳርጋ የለን። ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ስድራ ከምዚኣ ትሰማዕ ብጀካ ሓደሓደ ንፍሉይ ረብሓ ዝቃለስ እንተዘይኮይኑ ዝበዝሕ ህዝቢ ኣብዚ ኣሚኑ እዩ ዝቃለስ ማለት እዩ። ስለዚ ዋን ኔሽን ከዓ ነዚ ሓሳባት እዚ ከምቲ ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመታት ሕጂ እውን ዝተኸፈለ ዋጋ ክኽፈል እዩ ንመፃእ እውን በዚ መትከል ዝፀኒዕና ምስ ኩሎም ናይ ቃልሲ ብፆትና ኣጋርና ውልቀ ሰባት ይኹኑ ምንቅስቃሳት ሓቢርና ንቅድሚት ክንግስግስ ኢና። ዓወት ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ናይ ግድን ክመፅ እዩ ማለት እዩ። ፈቲና ፀሊእና ኩሉ ግዜ ተረጊፁ ዝነብር ህዝቢ የለን። ካብ ዓመፅን መርገፅትን ናይ ጨቋን ስርዓት ኢሳያስ ህዝቢ ኤርትራ ተገላጊሉ ኣብ ሃገርና ፍትሕን ሰላምን ክነግስ እዩ። ስጋብ ዝነግስ ከዓ ቃልስና ቀፃሊ እዩ። እምበኣርከስ ብምክንያት 50 ዓመት ምምስራት ዋን ኔሽን ዘለና ሓፂር መልእኽቲ በዚ ኣጋጣሚ ይዛዝም ማለት እዩ። ይቐኒለይ ክብረት ሃበለይ።